إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد الأخ وقع له واحد المشكل، هذا النهار هذا طاح له التليفون ديالو، وهنايا غادي يبدا البلان ماذا سيقع الهاتف ديالو. إخوان، في حالة ما طاح لك التليفون ديالك وما دايرلوش المود باس ديال لافيشاج ديال التليفون، راه مشكل كبير، بالاخص الصور ولا الفيديوهات ديالك ولا كل اي حاجه اللي عندك في الهاتف، بالنسبه للجيمايل، بالنسبه للخدمه ديالك، الا عندك خدمه ديالك، عندك لاكارت بونكير ديالك، عندك مهم كل شيء عندك فيه مشكل. اي واحد لقى داك الشيء في الهاتف على حسب المونطاليتي ميموار ديال اي واحد وكيفاش العقليه، يقدر الا كان ود الناس يرد لك الهاتف، ولا ما كانش ود الناس مشات على عينك دبابة، وتقدر يقدر يبدا يلوح لك التصاور ديالك في الانترنت وتبدا تواجه المشاكل. غدا ولا بعد غدا تلقى التصاور ديالك انت في الانترنت منشورين، ولا تلقى التصاور ديال الاخت ديالك، ولا تلقى تصاور ديال الام ديالك، ولا تصاور ديال الصديقه ديالك. تقبل اي شيء من هاد الاشياء. لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، ما تلعبوش بالهاتف، الهاتف راه فيه اشياء خطيره. اي واحد عنده واحد الهاتف يدير له، ما خسر حتى شي حاجه، حتى شي ما ديروهاش، ديروا واحد المود باس، كلي ديال المود باس، باش الى جاب الله وقدر الافات يفلاش يفورماطي التليفون او يفلاشي التليفون على حسب. المهم يتخوى التليفون، يمشي كل شيء هذاك الشيء اللي في التليفون يمشي، ولا بغى يديه الله 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 يسامح ليه، ولا لا كان ود الناس وتخاف الله يقدر يردوا لك. المهم هذا هو هذا الفيديو هذا درته على هاد الناس هذو. حاولوا ما تلعبوش بهذا الشيء الاخوان، راه هذا الشيء هذا تيشكل خطر عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.